بس ايه اصبر عايز ابص بص هنا دقيقة يا ابني هقول لك بس شفت امبارح وانا قاعد كنت مركز قوي في التليفون كده عمال تقول لي مالك ومش مالك والدكتورة ايه؟ ايه يا اخويا؟ امبارح لما كنت بقرا حاجات كده عمال تكلمني ما بردش عليك وبتاع كان في كلام كنت بقراه كنت ايه؟ قلت اخد رايك فيه عن دلوقتي. كلام ايه؟ كلام اقوله لك بص اسمع بس ايه مني تمام؟ اقوله لك وانت تقول رايك فيه انجز عشان تجاوب اربع ماشي بيقبلني بقبلات فم لان حبك اطيب من الخمر بين سجية وليد انت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا اخضر شربت خمر مع لبني كلوا ايها الاصحاب اشربوا واسكروا ايها الاحباء ما اجمل رجليك بن علي يا بنت الكريم دوائر فخذاكي مستر حليب ما اجملك وما احلاك ايتها الحبيبه باللذات قامتك هذه شبيهه بالنخل ايه ده ايه ده استنى ايه استنى كده يا حبيبي لا مش صدق لا اصل كلام غريب اسمع بس اسمع اسمع افهم اسمع اسمع من غير ما افهم بس معنى الاخر يعني انت معطيني على الموبايل عشان تقول لي اسمع بس ماشي وسداكي كالعناقيد قلت اني اصعد اولى النخله وامسك بعزوقها وتكون سداكي كالعناقيد الكرم ورائحة أنفك كالتفاح انت تكون ايه يا عليا؟ اسمع بس ورائحة أنفك كالتفاح وحنكك أجود الخمر أنا لحبيبي وإلي اشتياقه تعالى يا حبيبي لنخرج إلى الحق ولنبت في الكرة لنا أخت صغيرة ليس لها سجيان نخرج إيه؟ نخرج إلى الحق ولنبت في الكرة أنا راح أجيب سندوتشات وكده وبتاع لنا أخت صغيرة ليس لها سجيان فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ عطرت فراشي بمر وعود وقرفة هلما نرتوي ردا إلى الصباح نتلذذ بالحب لأن رجل ليس في البيت وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيان كمنير دلوقتي في كلام كده قبيح جدا وانا ايه مش فاهم اي حاجه خالص الكلام كده قبيح جدا وسديايكي وحاجات مش هينفع انت متخيل مين اللي كنت بيتكلم او مين اللي كنت كاتب الكلام ده يا عالم مثلا يا الا واحد مثلا مؤلف كتاب يا الا واحد مختل عقليا